8 فبراير سنة 1931 ولدت فاطمة كمال شاكر لأم مصرية من أصول تركية وأب مصري كان بيشتغل مهندس زراعي. البنت دي كبرت وبقت نجمة من أعظم نجمات السينما المصرية، هي الفنانة العظيمة شادية، واللي كان عندها موهبتين، التمثيل والغناء. شادية ما كانتش الوحيدة في أسرتها اللي دخلت عالم الفن والغناء، أختها عفاف كانت سابقاها. دخلت شادية عالم الفن وبدأت مسيرتها سنة 1947 على إيد المخرج أحمد بدرخان. وقتها كان بيدور على وجوه جديدة، فتقدمت هي بالغناء والتمثيل ولقت إعجاب من كل اللي حضروا باستوديو مصر، وكانت بدايتها بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك، وبعدين رشحها المخرج أحمد بدرخان لحلمي رفي علشان تقوم بأول بطولة ليها قدام محمد فوزي في فيلم العقل في أجازة، واللي حقق نجاح كبير، وكمان كان أول فيلم للمخرج حلمي رفلة. وبسبب النجاح ده صمم محمد فوزي إنه يشتغل تاني مع شادية علشان يعملوا أفلام حققت نجاح كبير، زي فيلم صاحبة الملاليم وبنات حواء، وكمان فيلم الروح والجسد والزوجة السبعة. وصلت أعمال الفنانة شادية لحوالي 112 فيلم وعشر مسلسلات إذاعية، ومسرحية واحدة هي مسرحية ريا وسكينة واللي شاركها فيها سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير. وكانت الفنانة شادية بتحب النادي الأهلي قوي وبتعشقه، وقالت في تصريحات صحفية: أنا أهلوية متعصبة، اتولدت في النادي الأهلي بعد لما حست أمي بألم الولادة وهي قاعدة في المبنى الاجتماعي للنادي الأهلي. وفضلت شادية معتزلة سنوات كتير وهي في عز مجدها وشهرتها علشان تتفرغ للعبادة، وابتعدت خالص عن الأضواء سنوات كتير، وصلت 30 سنة لحد لما رحلت عن دنيانا في 28 نوفمبر سنة 2017 وهي عندها 86 سنة، علشان تسيب وراها سيرة طيبة وأعمال عظيمة.